الضربة اللي ما تقتلش صاحبها بتقويه وتشد منه، ومواقف الحياة الصعبة والمشاكل والضغوط هي اللي بتقوي الإنسان وتمنحه الخبرة، وهي اللي بتخليه قادر على تذوق طعم السعادة. الحياة مليئة بالصعاب وبالمواقف المؤلمة والمشاكل، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ولا يوجد أحد فيها لم يتعرض للضغوط والمشاكل، المشاكل التي أثرت على مجرى حياته، فهذه هي سنة الحياة. كما يوجد بها سعادة وفرح، يوجد بها المشاكل والألم والضغوط. وستدرك أنه لا قيمة لكثرة الناس من حولك، فمن لا يكون معك وقت الشدائد لا تدعه يقترب منك وقت الرخاء. تمسك فقط بالأفضل والأقرب والأصدق. الأصدق وسط هذا العالم الهائل المليء بالأقنعة.